مساء الخير، حناخد اليوم المحاضرة الرابعة من الفصل الثاني أو الوحدة الثانية. ده أيضا استكمال لتجارب التكامل الاقتصادي. ناخد اليوم تجارب التكامل الاقتصادي في البلدان النامية. بعض تجارب التكامل الاقتصادي في البلدان النامية اللي احنا حناخدها، يعني احنا بنعرف انه البلدان النامية يعني كانت هذه البلدان تهدف وكان عندها محاولات التعاون والتكامل ما بين مجموعات الدول النامية، والهدف منها انه تكون ايضا يعني تجارب بغض النظر عن نجاحها انه تستطيع ان تكون يعني قوة اقتصادية. لكن ايش هي العوامل اللي عاقت تحقيق الاهداف المنشودة في التكامل ما بين المجموعات الدول النامية؟ يعني احنا بنعرف انه في عوامل كثيرة، بعضها يتعلق بمجموعة يعني في دول دون دول اخرى، وبالتالي كانت اختلافات كثيرة جدا نتيجة التكامل الاقتصادي. والتباين والاختلاف ما بين الدول الاعضاء، احنا بنعرف انه في عوامل مختلفة كثيرة تميز الدول عن بعضها البعض، عوامل ثقافية جغرافية، وفي عاملين مهمين: اولا الفرص المتاحة للدول العضو لدعم النمو الاقتصادي، وقدرة هذه الدولة العضو على الإفادة من هذه الفرص. وبالتالي هذول العاملين، كان اختلاف في سرعة النمو والتقدم ما بين الدول الأعضاء في الدول النامية، بمعنى أنه كانت تختلف من دولة إلى دولة أخرى في هذه الدول، وبالتالي العاملين بفسروا كانوا قوة الإثارة التركيزية في مقابل الآثار الانتشارية. تمام، انه العامل الاول انه الدول الاعضاء الاقل تطور في مجموع التكامل لم تمتلك كانت المهارات الفنيه ولا السياسيه لمنع برامج التكامل من زياده التفاوت في التطور الاقتصادي بين الدول الاعضاء. وعامل اخر مهم هو اعاقه برامج التعاون والتكامل بين الدول الاعضاء في مجموعه، هو توزيع الفوائد والتكاليف بين الدول الاعضاء. خلينا نشوف هذه التجارب ببعض التفاصيل. وأول تجربة هنأخذها تجربة اللاتينية، تجربة أمريكا اللاتينية. هذه التجربة اللي احنا هنبدأ فيها الآن، إنه أمريكا اللاتينية كانت في عام 91 خمس تجمعات للتعاون والتكامل الاقتصادي، هي رابطة تكامل أمريكا اللاتينية والمجموعة الإندية والسوق المشتركة الأمريكا الوسطى والمجتمع الكاريبي ومنظمة دول شرق الكاريبي. خلينا نتعرف على تجربة كل مجموعة من هاي المجموعات، وبالتحديد المجموعة الإندية والسوق المشتركة الإندية. المجموعة الإندية والسوق المشتركة الإندية، هناخد الآن المجموعة الإندية أو حلف بسموه الإنديز. تم إنشاء هذه المجموعة في مايو 1969 بموجب اتفاقية كارتيجانا، وتضم المجموعة كانت مجموعة من الدول هي الإكوادور، بوليفيا، بيرو، فنزويلا، وكولومبيا. استهدفت المجموعة إقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 1983، يعني حددوا من 69 إلى 83 يعملوا منطقة تجارة حرة ما بين هذه الدول، وأن يزيلوا الرسوم الجمركية والقيود الكمية على السلع المنتجة ما بين هذه الدول سمحت المجموعة لكل من الإكوادور وبوليفيا بوصفهما من الأعضاء الأقل نمو أن تقوم بإزالة الرسوم الجمركية والقيود الكمية، ليس في 83 ولكن بحلول عام 89. الاتفاقية كانت تتضمن إقامة اتحاد جمركي في مرحلة لاحقة، أي وضع تعريفة جمركية مشتركة على واردات السلع من الدول الأعضاء أو خارج الدول الأعضاء عفوا. لم تتمكن هذه المجموعة من تحقيق هدف إقامة منطقة التجارة الحرة بينها، وبالتالي في عام 87 اعتمدت المجموعة يعني تنقيحا جوهريا لنص اتفاقية كارتيجانا، وعلى أساس هذا التنقيح تم تعديل نهج السياسات والأليات الرئيسية للتعاون والتكامل الاقتصادي، وكذلك تاريخ تحقيق إقامة منطقة تجارة حرة وإقامة اتحاد جمركي ما بين الدول الأعضاء.
بعد ذلك اتفقوا لما فشلوا في 83، اتفق الأعضاء على أن يتم تحرير التجارة بحلول نهاية عام 95 وإقامة اتحاد جمركي عام 99. بالنسبة للنهج الجديد في السياسات وآليات التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، نص كالتالي اللي يعني لجديد التعديل على إنشاء آلية جديدة لبرمجة التنمية الصناعية للسماح بالنهوض بالاستثمارات المشتركة في المشاريع، وكذلك وضع اتفاقيات تكاملية صناعية لتعزيز التخصص الصناعي. هذا التوجه الجديد اللي كان في تعديل الاتفاقية يشير بوضوح إلى أن تحرير التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة أو إقامة اتحاد جمركي بين دول فقيرة نامة لا يكفي لتنمية الدول الأعضاء، وبالتالي بناء عليه الخطوة الأولى المصاحبة كانت لمراحل التكامل الاقتصادي لابد أن تكون في اتجاه تنمية الاقتصادات الوطنية أولا من خلال برامج استثمارات صناعية وزراعية مدعومة بمؤسسات دولية. هاي يعني شرح بسيط عن هذه التجربة. التجربة اللي بعدها السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية، كانت تضم السوق المشتركة لأمريكا الوسطى اللي أنشأت في عام 61 السلفادور وكوستاريكا ونيكاراغوا وهندوارس وغوتماليا. قامت هذه السوق على أساس حرية التجارة بين الدول الأعضاء، وهذا يعني أن السلع المتداولة في منطقة السوق معفاة كانت من الرسوم الجمركية والرسوم المالية الإضافية والقيود الكمية، ويجري تطبيق تعريفة جمركية موحدة على واردات الدول الأعضاء تمام في السوق من الدول غير الأعضاء. طيب نأتي بعد ذلك تجارب التكامل والتعاون الاقتصادي في أفريقيا، تجارب التكامل والتعاون الاقتصادي في أفريقيا. إحنا شهدت أفريقيا تجارب عديدة ومتنوعة في مجال التكامل الاقتصادي منذ حصولها على الاستقلال، وتم إنشاء منظمات إقليمية في أفريقيا، منها الاتحاد الجمركي والاقتصاد الأفريقي الوسطى، جماعة أفريقيا الشرقية، اتحاد دول وسط أفريقيا، تمام؟ هذه كله كان يعني موجودة في هذه الدول، وأيضا في هذه الدول جماعة الاقتصادية، الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. يوجد كان تجمعات اقتصادية أخرى في أفريقيا. هذه التجمعات اللي كانت في أفريقيا كان يوجد بنوك تنمية إقليمية واتحادات نقدية. بشكل عام يمكن تعليل إنشاء المنظمات الإقليمية في أفريقيا من واحد من أكثر العوامل التالية: الحفاظ على الوحدة بشكل عام في أفريقيا اللي ورثتها هذه الدول، وخاصة عن فترة الاستعمار، خاصة أنه كانت خدمات مشتركة في هذه الدول مضطرين أنهم يتعاونوا مع بعض لأن الاستعمار تركها. النقطة الثانية الخوف من الجيران الأكبر والأقوى لأنه كانوا خارجين من احتلال، وبالتالي كل دولة خايفة على نفسها. النقطة الثالثة شعور الدول المعنية، شعور الدول المعنية يعني بصغر حجمها معظمها، وتوقع عقوبات وصعوبات في دفع التنمية الاقتصادية، وهذا دفعها للتكامل. وأثرت هذه التجربة وتأثرت بالتجربة الأوروبية، تمام؟ بمعنى أنه كانت في دول، يقول لك إذا دول زي فرنسا وألمانيا وغربية كانت في حاجة إلى تكامل اقتصادي، لماذا نحن الدول الفقيرة في أفريقيا لا نسعى إلى التكامل الاقتصادي؟ هذه الدوافع والمبررات كانت مشتركة بصفة عامة، وبرزت مع ذلك وجهات نظر مختلفة وخلافات منذ البداية حول الشكل الذي يجب أن يكون عليه التكامل والتعاون. البعض يرى كان أن التعاون من البداية على شكل وحدة، وهذا ما يفسر طرح إنشاء اتحادات لأفريقيا الغربية والفرنسية وأفريقيا الاستوائية الفرنسية حتى قبل تحقيق الاستقلال، بمعنى المنظمات الأفريقية كانت تتماثل في الأهداف، كلها تهدف إلى إقامة تجارة حرة بين الدول الأعضاء والتنسيق المشترك للسياسات التجارية للدول الأعضاء
في مواجهة الدول غير الأعضاء. هذه باختصار، وبإمكانكم طبعا التعاون، يعني هذه المادة اللجوء إلى الكتاب لمزيد من التفاصيل، لأنه هاي المادة زي ما احنا حكينا وكلنا عارفين أنه مادة هي تحتاج إلى حفظ تمام، لأنه فيها الكثير والكثير. هنأخذ بعد ذلك التجربة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، هنشوف هذه التجربة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. أنشأت هذه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مايو 1975. تضم هذه الجماعة دول غرب أفريقيا 16 دولة، هي بنين، الرأس الأخضر، بوركينا فاسيو، توغو، السنغال، سيراليون، غاميبيا، غانا، غينيا، بيساو، ليبيريا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، وساحل العاج. هدف الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هدفها كان كما نعلم إضافة، يعني إزالة التعرفة الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل عن صادرات واردات الدول الأعضاء، إلغاء القيود الكمية والإدارية على التجارة بين الدول الأعضاء، ووضع تعريفة جمركية مشتركة وسياسية تجارية في مواجهة الدول غير الأعضاء. تضمنت أيضا هذه الاتفاقية التدرج في تطبيق إلغاء القيود ووضع تعريفة جمركية موحدة. بالتالي خلال أول سنتين بعد توقيع الاتفاقية في عام 76 و77 كان يجب على هذه الدول ألا تفرض على الدول الأعضاء ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع القديم منها، وأيضا كانت غير ملزمة بإلغاء أو تخفيض الضرائب أو الرسوم القائمة. وبعد انقضاء السنتين تبدأ الدول بالتخفيض التدريجي وانتهاء إلى إزالة التعريف الجمركية عن الواردات من الدول الأعضاء في غضون 8 سنوات، وفي نهاية 5 سنوات لاحقة يجب وضع تعريف جمركية مشتركة مع الدول غير الأعضاء في هذه المجموعة، أي أن التحرير الكامل للتجارة وإقامة اتحاد جمركي يتحقق في غضون 15 عام، في غضون 15 عام أي في سنة 1990. هذا الهدف للأسف الشديد لم يتحقق حتى في نهاية عام 91، وبالتالي هذه الدول أخذت مبادرات في مجالات التجارة والصناعة والخدمات. خلينا نتعرف عليها. المبادرات في مجال التجارة، أولا اتخذت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مجال التجارة مبادرات التالية: إعفاء تام من الرسوم للسلع غير المجهزة، يعني غير مجهزة لغير مصنعة، يعني بتكون زي مواد خام. النقطة الثانية إلغاء التعريفة الجمركية على المصنوعات التقليدية، بنعرف هاي الدول لديها مصنوعات تقليدية، كان الهدف أن يلغوا التعريفة الجمركية على هذه المصنوعات التقليدية. النقطة الثالثة معاملة تشجيعية لقائمة محددة من السلع الأساسية الصناعية في عدد من القطاعات الفردية، في عدد من القطاعات الفردية تمام، ما بين أو عدد من قطاعات عفوا الفرعية ما بين هذه الدول. طيب المبادرات في مجال الزراعة، اتفقت هذه الدول ودول غرب أفريقيا على استحداث نظام حينذاك للإنذار المبكر لمجابهة المشاكل. عارفين دول أفريقيا فيها مشاكل لها علاقة بالجفاف، لها علاقة بالفيضانات، لها علاقة أحيانا بالأوبئة وانتشار الجراد وانتشار الأمراض وغيرها، سواء في البلدان النامية وفي البلدان غير الساحلية. أيضا مبادرات في مجال الصناعة، كانت تسعى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى ترشيد مبادرات الدول الأعضاء ضمن القطاع الصناعي. في مجال الخدمات، اتفقت الجماعة الاقتصادية في مجال الخدمات، لدول غرب أفريقيا على إدخال تحسينات وتطورات في الهيكل الأساسي والتنسيق بين السياسات العامة، وبالتالي أنشأت شبكة حديثة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهدفت
بعد أيضا إلى ربط شركات التليكس والهاتف لجميع الدول الأعضاء بحلول عام 1989. برنامج الإصلاح الاقتصادي، إحنا عارفين إنه الجماعة الاقتصادية لدول غرب يعني أفريقيا، تمام، كانت هذه الدول دول يعني كلها فقيرة، عملت بجهود لإيجاد صياغ مناسبة لتحقيق أهدافها التكاملية. وفي أواخر الثمانينات اعتمدت هذه الدول استراتيجية لمعالجة المشاكل التي تواجهها. ترتكز هذه الاستراتيجية على استحداث برنامج للإصلاح الاقتصادي يحدد مجالات المنافع المشتركة، ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الأمور التالية: أولا، إصلاح السياسي العام. النقطة الثانية، برامج استثمارية. النقطة الثالثة، برنامج الترشيد التابع لصندوق النقد الدولي خاص بتشجيع القطاع العام على القيام بإفساح مجال أوسع للقطاع الخاص وتقليص العجز في المالية. وبالتالي هذه الدول أيضا اتفقت فيما بينها على إنشاء بنك للتنمية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول. نأخذ التجربة، يعني نتحدث التجربة قبل الأخيرة إلها علاقة بتجربة أفريقيا الشرقية. هاي تجربة جماعة أفريقيا الشرقية، تجربة في التعاون والتكامل الاقتصادي. هي تجربة تمثل الفشل في تحقيق الأهداف المرسومة، خاصة أنه إذا عرفنا أن إنشاء جماعة أفريقيا الشرقية كان يعود إلى عام 1927 عند إنشاء اتحاد جمركي بين كينيا، بين كل من كينيا وأوغندا. في عام 72 انضمت تنزانيا إلى الاتحاد، أصبحوا ثلاث دول. وفي عام 1948 في عام 1948 أيضا انضمت إلى هذه الدول تنزانيا انضمت عام 72. في عام 1948 أنشأت اللجنة العليا لشرق أفريقيا. في عام 63 بعد الاستقلال السياسي بذلت جهود لإنشاء اتحاد أفريقيا الشرقية، ولكن فشلت هذه الجهود. في عام 1967 تم توقيع اتفاق جديد لإنشاء جماعة أفريقيا الشرقية، وكان الهدف لهذه الجماعة هو إنشاء اتحاد اقتصادي. الممارسة العملية لأعضاء هذه الجماعة كانت تشير إلى أن الاتجاه الذي ساد بينهم هو نحو التفكك وليس التكامل، بمعنى اتفاقية إنشاء الجماعة تدعو إلى حرية التجارة، ولكن في الوقت نفسه سمحت بنظام الحصص والتعريف الجمركية باسم ضريبة الانتقال أو التحويل تحت ظروف خاصة. ولكن الدول الأعضاء استخدموا هذا الترتيب في الظروف العادية، وتضمنت الاتفاقية تنظيم فرض ضريبة الانتقال والتحويل ما بين هذه الدول. إحنا يعني هذه التجربة باختصار. نأتي إلى التجربة الأخيرة، تجارب التعاون والتكامل الاقتصادي في آسيا. هناخذ تجارب التعاون والتكامل الاقتصادي في آسيا. إحنا في عام 1967 أنشأت ست دول في آسيا رابطت الدول جنوب شرق آسيا. الدول الأعضاء في هذه الرابطة كانت أندونيسيا، تايلاند، سنغافورة، الفلبين، ماليزيا وبروني. في عام 1977 تم عقد الاتفاق الأساسي للترتيبات التجارية التفضيلية بين هذه الدول، تمام. وبالتالي ما بين هذه الدول، والهدف منها كان تنشيط وتوسيع التبادل التجاري ما بين دول الرابطة، وتوسيع التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير التعريفية، وإبرام عقود كميات طويلة الأجل، واعتماد تدابير تفضيلية في المشتريات. طبقت بلدان الرابطة منذ عام 1984
تعريفة تفضيلية ما بين هذه الدول. كانت التعريفة ما بين 20، تعريفة جمركية يعني، ما بين 20 إلى 25% على الواردات ذات المنشأ في دول الرابطة، واتفقت هذه البلدان على توسيع الأفضلية لتصل إلى 50%. وهذا التعاون فيما بين هذه البلدان كان محدد بأقل التكاليف. بنهاية عام 1990 أنشأت الرابطة 5 لجان اقتصادية و6 لجان غير اقتصادية. اللجان الاقتصادية اللي أنشأتها لجنة التعاون المالي والمصرفي، يعني التعاون في الشؤون المالية والمصرفية، لجنة التعاون في الغذاء والزراعة والغابات، لجنة التعاون للصناعات والمعادن والطاقة، لجنة التعاون للنقل والمواصلات والاتصالات، لجنة التعاون للتجارة والسياحة. أما اللجان غير الاقتصادية، لجنة التعاون للعلوم والتكنولوجيا، لجنة التعاون للإعلام، ولجنة التعاون للسيطرة على الأدوية والمخدرات، ولجنة التعاون للبيئة، ولجنة التعاون للمسائل المتعلقة. كانت تقوم هذه اللجان بإعداد دراسات وتقارير تهم هذه الدول على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي. بمعنى اللجنة المالية والمصرفية على سبيل المثال تعد دراسات عن مجالات الجمارك من حيث الرسوم وإجراءات التصدير والاستيراد بهدف دفع التشريعات المرتبطة بذلك وفي اتجاه التنسيق والتوحيد. لجنة الغذاء والزراعة والغابات هي الأداة في التعاون في مجال تحسين المحاصيل وإعداد الدراسات في مجال الطب والعرض على الحبوب والتعاون في وضع معايير موحدة في مجال مراقبة وإدارة الصيد البحري. تمام. لجنة الصناعة والتعدين والطاقة كانت هي المسؤولة عن التعاون في إقامة المشاريع المشتركة في مجال عملها، بالإضافة أيضا إلى التعاون في مجالات اقتصادية وغير اقتصادية اللي أشرنا لها سابقا، يعني في دول الرابطة. في الاجتماع 23 لوزراء خارجية دول الرابطة لدول جنوب شرق آسيا في يوليو 1990 برزت دعوة لدافع التعاون القائم بين دول الرابطة إلى توقيع معاهدة تعاون اقتصادي بينها على غرار المعاهدة الاقتصادية اللي أنشأت في أوروبا عام 57. وبالتالي قرر الوزراء دعم الأمان العامة للرابطة بحيث تتمكن من إعداد تقرير اقتصادي كلي استشرافي لدول الرابطة يعرض على الاجتماع الوزاري، وأصدروا أيضا تعليمات إلى كبار المسؤولين وللأمان العامة للرابطة بتكوين لجنة لدراسة الحاجة إلى معاهدة اقتصادية أو أطار آخر للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. إحنا الفصل القادم يعني حناخد عدد من الموضوعات لها علاقة بالاقتصاد العربي في إطار السيطرة الأجنبية، وتتعرض إلى الاقتصاد العربي في ظل الدولة العثمانية، والاقتصاد العربي في أثناء الحرب العالمية الثانية، وأيضا موضوع الإدماج في السوق الأولية. يعني إحنا إن شاء الله يعني حناخدها، وهذه حيكون سرد جزء منه مفيد وجزء منه تاريخي. نلقاكم في المحاضرة القادمة من الفصل الثالث أو الوحدة الثالثة، مع تمنياتي لكم بالتوفيق وتمنياتي لكم بالسلامة الدائمة لكم ولأسركم.